كاين خدمة كبيرة تنتظر فينا. يعني رانا شغل تحت وعندنا خدمة كبيرة. بعد ما زرت أكثر من 41 دولة لقيت باللي السياحة عندهم شريان الاقتصاد يعني. فكاين حاجات ممكن صغيرة يرجعوا منها كبيرة. وحنا واش عندنا في الجزائر عندنا بزاف حاجات. بديت هذا المشروع اسمه هاي ألجيريا للتعريف بالسياحة في الجزائر والمقومات اللي عندها سواء طبيعية ولا ثقافية. عندنا أكلات كثيرة مش معروفة رغم أنها مرتبة في المرتبة الأولى في مواقع عالمية. وفي خلط يعني مضرات نقول انا اي ام فروم الجيريا يقول لي اه نيجيريا يعني الجزائر مش معروفه بدرجه كبيره في بعض المناطق. فعندنا اكلات تنسب الى مناطق اخرى دول اخرى وهي في الجزائر يعني غنيه كثيره بهذه الحاجات لباس تقليدي.